بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، تتواصل انطلاقات الفترة المسائية في هذا اليوم مع سن الثنايا وهجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة. في هذه اللحظات ينطلق شوط جديد يحمل قعدان، وتنطلق من مسافة 8 كيلومترات هذه الشعارات المميزة مع هجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة. البداية في هذه اللحظة وفي هذا الموقف مع مقدمة الشوط، بعد أن قطعنا الكيلومتر الأول نعلن هو المتصدر والمنطلق في هذه اللحظة بشعار هجن الشيحانية، يضم رأس سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، بينما المركز الثاني متعب على المركز الثاني وشعار سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز، آل ثاني محمد بن علي بن جرحة بالمري في المتابعة والتضمير، يليهن الريان على المركز الثالث لهجن الشيحانية التضمير مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، ورابعا يتواجد صوغان على المركز الرابع لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم بن فهد آل ثاني فهد بن سالم المسعود في المتابعة، يليهم بالمركز الخامس أختم النداء بوجود شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم على ظهر مبلش والمضمر فيصل بن طالب بن شريم المري. أيها الإخوة المتابعون، هذه الأسماء المميزة المندفعة والمنطلقة في هذا التحدي وفي هذا المساء المميز. أعود مع حضراتكم لأنقل الميكروفون إلى المقدمة، وأعود مجددا إلى صدارة الشوط وإلى المحتل المركز الأول. هذا هو الباز على مقدمة الشوط المتصدر في هذه اللحظة، وهنا التدخل من شعار غني عن التعريف، شعار سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني، يضمره محمد بن علي بن جرحب المري مع متعب، وهذا الشعار المميز اللي ينطلق في هذه اللحظة كمركز أول في هذا الشوط. نتمنى لك التوفيق أبو فهد، نتمنى التوفيق لهذا الشعار اليوم. المركز الثاني الجانب الآخر، هنا وجود شعار هجن الشيحانية والمضمر سلطان الوهيبي اللي قدم 7 أسماء و7 نقاط سجلت اليوم، يعني النقاط الماضية كلها مع الوهيبي. مع شعار هجن الشيحانية سجل 7 أشواط، وأشواط مميزة أسماء قدمها اليوم، أسماء مميزة كبيرة اليوم قدم الوهيبي، قدم أسماء كبيرة وسجلاتها حافلة مليئة بالإنجازات. نتمنى التوفيق لها ولكل المشاركين من أصحاب السمو والشيوخ والسعادة، وأيضا أبناء الشيحانية والذين يمثلون دولة قطر في المحافل الخارجية هناك في دولة الإمارات العربية المتحدة. أيها الإخوة المتابعون، أتواصل بتواصل الباز على مقدمة الشوط، شعار هجن الشيحانية سلطان الوهيبي ضم رأي المركز الثاني، هنا متعب لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني محمد بن علي بن جرحب في المتابعة والتضمير. المركز الثالث الريان ينطلق ويندفع محتلا للمركز الثالث بوجود شعار الشيحانية مع المضمر سلطان الوهيبي اللي يقدم اسمين، يقدم الريان ويقدم الباز في هذا الشوط. شوفوا فهد المسعود من الجانب الآخر مضمرا ومتابعا ومراقبا لصوغان بشعار سعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم بن فهد آل ثاني، وهو يحتل المركز الرابع. وخطير هذا الاسم، خطير المسعود، خطير مضمر مبتكر، خطير المسعود. شوفوا بالمركز الرابع. المركز الخامس، هذا ضيف الميدان لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وهو مبلش والمضمر فيصل بن طالب بن شريم المري، هنا مشاركا في هذا الشوط القوي اللي يحمل الأسماء المميزة. سلطان الوهيبي يبحث عن تحقيق نقطة ثامنة، المضمر العملاق مع وجود الباز في مقدمة الشوط ومع وجود الريان بالمركز الثالث.
هذا الوهيبي، وهذا ما يقدم اليوم 7 أسماء، وهو كفو لتحقيق أيضا نقطة ثامنة، ولكن وجود شعارات قوية قد يؤثر على وجود الباز بالمركز الأول. هناك متعب على المركز الثاني بشعار سعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني محمد بن علي بن جرحب المري، هو المراقب والمتابع لمتعب. المركز الثالث عند لوحة 4، هنا الريان يحتل المركز الثالث بشعار الشيحانية وهجنها وسلطان الوهيبي في التضمير والمتابعة، بينما المركز الرابع يصل ويتقدم مبلش لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم فيصل بن طالب بن شريم المري في المتابعة. والمركز الخامس وجود الذيب على المركز، أو شاهين لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني وسالم بن عامر المدهوشي. يضمر شاهين، أول نداء لهذا الاسم، أول نداء لظهور شاهين محتلا للمركز الخامس. إذن أيها الإخوة المتابعون، ما قدم اليوم من الثنايا السبق المعروفات هو تمثيل أيضا وختامي مصغر اليوم. شاهدنا أيضا أسماء مميزة نتمنى أن نراها في مواقعها وفي مراكزها في دول الخليج. شاهدنا أيضا شعارات هجني الشيحانية تنطلق اليوم وأسمائها المميزة الذهبية. شاهدنا الوهيبي يقدم الأسماء، يقدم ما لديه اليوم حقيقة في هذا المساء المميز، وتابع الكل في العالم العربي ما قدم اليوم من شعار هجن الشيحانية من أسماء مميزة. نتمنى التوفيق لهم ولكل أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. هذا هو الباز على مقدمة الشوط، ومن الجانب الآخر تحرك لشاهين على المركز الثاني يطمح في تحقيق نقطة مميزة لهذا الشعار الجميل، الشعار الأصفر بالأزرق الجميل. يا سلام، نعم الشعار الغرفاوي الذي ينطلق مع شاهين في هذا اليوم. نتمنى لك التوفيق، نتمنى لك التوفيق يا شاهين. لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني سالم المدهوشي هو المضمر والمتابع. المركز الثالث أشوف الريان يتأخر قليلا هنا بشعار الشيحانية، سلطان الوهيبي هو المضمر. المركز الرابع هذا هو الوعب، وأول نداء للوعب ينطلق في هذه اللحظة مع هذا الموقف وهذا الموقع مع شعار هجن الشيحانية مع سالم بن فاران المري. وخامسا يبقى كما هو الحال مع مبلش لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بتضمير مضمر القرن فيصل بن طالب بن شريم المري. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، من يتابع تحديات الشيحانية وإبداع الشيحانية اليوم يرى ما تقدم من هذه الشعارات المميزة ويرى هذا التنافس الجميل. يا سلام يا سلام، التنافس المميز، التنافس الجميل اللي يحمل شعارات الشيوخ اليوم. هذا شاهين على المقدمة لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني من الجانب اليمين مع هذا الشعار يضمر سالم المدهوشي. وهنا عاد واستعاد الباز، عاد واستعاد المقدمة. تخطيط الوهيبي يتواجد برقمين الوهيبي في هذا الشوط، اسمين يتواجد يضمرهن الوهيبي. شوف المركز الثالث هذا مع الوهيبي اللي هو الريان مع الوهيبي بشعار هجن الشيحانية، وتدخل في هذه اللحظة الوعب. الوعب انطلق والوعب خطير، الوعب خطير بشعار هجن الشيحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري ليبقى في المركز الرابع. الريان بشعار هجن الشيحانية، سلطان الوهيبي يضمره. والمركز الخامس انتقل لأجد شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بتضمير فيصل بن طالب
بين شريم المري اللي أعلنت للمرة الثالثة وهو محافظ، ولكن يترقب مضمر القرن، يترقب هذه الأسماء وجودها في المركز الأول والثاني والثالث والرابع، وهو محتلا للمركز الخامس مع مبلش. يا سلام، عودة إلى المقدم، عودة إلى شاهين. والله يوفق شاهين اليوم، الله يوفق شاهين اليوم. الله، يتابع أبو عبد الله، أبو عبد الله يتابع هذا الرقص الشحاني. يا سلام، الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الأخير عن خط النهاية، لا زالت الأمور، ولكن والله خطير الريان، والله العظيم خطير الريان. يا المدهوشي، المدهوشي، شوف اللي بالمركز الثاني، ولكن المقدمة، 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 المقدمة مع هذه اللحظة. أخواني يقولون لي السبق عند شاهين، شاهين، شاهين لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني سالم بن عامر المدهوشي في المتابعة والتضمير. يا سلام، يا سلام، بينما المركز الثاني الريان بشعار هجن الشيحانية، سلطان الوهيبي، الوهيبي خطير. النقطة الثامنة يا المدهوشي، هل سيحصل عليها، هل سيحصل عليها الوهيبي أم لشاهين رأي آخر، أم لشاهين رأي آخر؟ غير في هذه اللحظة، غير، غير الريان على قناة الريان وعبر متابع الريان عبر الأقمار الاصطناعية. ها هو الريان يحتل المركز الأول ويحمل النقطة الثامنة مع الوهيبي. الله، تهانينا، تهانينا أزفها لهجن الشيحانية ومحب الشيحانية على انتزاع الريان للمركز الأول وإلى قناة الريان التي يسمى هذا السبوق بها. الريان يحتل المركز الأول، تهانينا، تهانينا والناموس لهجن الشيحانية، وهني أيضا المضمر سلطان الوهيبي لتحقيق النقطة الثامنة في هذا المساء. هذا شاهين بالمركز الثاني، هذه لحظات وصول شاهين إلى خط النهاية محتلا للمركز الثاني. أيضا ما قصر شاهين لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني. والمركز الثالث وصل مبلش لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. المركز الرابع، المركز الرابع وصل الوعب لهجن الشيحانية. والمركز الخامس متعب لسعادة الشيخ سعود بن فهد وبن عبد العزيز آل ثاني. تهانينا والناموس، تهانينا والناموس لهجن الشيحانية، وهني الوهيبي على تحقيق نقطة ثامنة في هذا اليوم مع الريان. 12:57:30 جزء من الثانية. أهني هجن الشيحانية، أهني الوهيبي المضمر للريان المركز الثاني، من احتل شاهين لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني بتضمير سالم المدهوشي. توقيت الزمن 13:54 جزء من الثانية. المركز الثالث، المركز الثالث، المركز الثالث مبلش لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع فيصل بن طالب بن شريم المري. توقيتها الزمني 13:08:16 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس.